فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل تزوج من امرأة وبعد فترة بعدما أنجب منها أبناء تبين له أنها أخته من الرضاع، فماذا عليهم وإلى من ينسب الأبناء؟ الأبناء ينسبون إليهما، لأن هذا شبهة، هذا شبهة، ينسبون إليهما ويفرق بينهما. إذا تبين أنهما بينهما تحريم رضاعة يفرق بينهما والأولاد لهما، هذا وطئ شبهة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.